لازال الآباء يحتفظون في ذاكرتهم أيام الحج مشيا على الأقدام والجمال ويصفونها بالأيام السعيدة والهنيئة بالرغم من مشاقها وصعوبتها خلونا نسير نتعرف على الحج في الماضي كيف كان يا مرحبا بكم مشاهدينا ويا مرحبا بالوالدة أم فيصل ومرحبا بالوالدة أم علي حياكم الله أهلا ومرحبا فيكم يا هلا فيكم الوالدة والوالدة أم فيصل في حلقة اليوم بنتكلم وبنسولف شوية عن الحج والعمرة كيف كان قبل الواحد من ينوي أنه يصير الحج أو يسير الحجة ويسير العمرة أكيد في بعض العادات أكيد في بعض الأمور اللي لازم هو يسويها يسلم على لا يستسمح منهم فلو شوي تردونا لأيام قبل وكيف كانت هاي الأجواء يوم الواحد يسلم عليكم بحيث انه هو بيسافر والله طبعا انا اول بسافر بيسافروا قبل عشر ايام هالشكل هي في الدورة يقول انا ناوي سير العمره ولا الحج الحج ولا العمره قال لهم انا بسافر ابوي يسلم عليكم ولا كان يقول لراعه البيت والله ولا مثل لا اذا اسمه التمار سويت لي البسيس سويت حطيت لي الدهن حطيت لي السحنة حطيت لي التمر حطيت لي قهوة حطيت لي شوية تسووه بعد قرص بالدرب له هي <applause> هي سووا لهم قرص بالدرب والرضا وسووا تاوا هاج الكبر شوية وهذا وتولفت لي يكون هام زاد الدرب يسموه زاد الدرب هاي هي دربهم يكون طويل هي طويل هي ولازم يسوقها قهوة هذا ويحمله وحطتوا لي كله عاد مسكين حطيته قال يلا سلنا سلنا الله سلم سلم على الاهل ما يدري عاد يرد ولا ما يرد ما درب طويله لمشي ترى على الهاك وهذاك على جماله على جمل على بعير وها ومن درب لدرب من درب لدرب من درب بالصبح ويمشوا ويوم ايو قرب البلاد ناموا حوليهم كل يوم ما في خوف فرشوا حتى ما التعب وقفوا ارتاحوا ارتاحوا يلسوا مثل صاروا اليوم من الصبح منه هي. قريب الشارقه كذا بعد ما يوصلوها الشارقه ظني هي. يمكن الديد هالشكل نيموا حطوا في راسه عندهم بعير عشو وخلوا من هناك وسووا لهم قهوه سووا لهم قرص هذيك اليوم القرص عليهم أربعة بعد يسووه والدهن وياهم والدبس وياهم والعسل وياهم كل شيء شالينه زادهم يكون هالسفر بس للرجال ولا عادي يكون معاهم لا ياخذوا حريم وراهم ياخذوا بعد حريم وراهم نسوان لين وصلوا هناك قالوا انت من دبي للشارقه ومن الشارقه لين هالديل ومن هناك لين وليم وصلوا ولين وصلوا ولين خلهم ايام وشهر آه لين ما يوصلون عاد يوصلوا حد اخوك سنه يكملوا زين وصاروا هناك وصاروا هناك أترهم حيو عمرو سووا أم علي مثل ما ذكرت الوالدة أم فيصل آه عن بعض الأجواء اللي كنتوا تسوونها أو بعض الاستعدادات اللي كنتوا تستعدونها قبل الواحد ما يطلع للحج آه أو للعمرة وذكرت أيضا بعض المواد الغذائية اللي تأخذونها وياكم لو أنت شوية بعد تسولفي لنا عن ذكرياتكم في الماضي كيف كانت عندكم هاي الاستعدادات عن زمن الأول هالشكل ما قالت أم فيصل يجهزوا لهم البيت يجهزوا لهم التمر هالشكل مع الدهن السمن لهذا عشان هذا زادهم بالدرب اما قالت القرص يسووا عشان ويجهزوا الحرمه مع زوجها اذا يدوروا على الاهل يسلموا على الاهل أصدقاء ما تندل ان هذا سفر طويل ما يعرفوا هاي رجعوا ما يرجعوا يسلموا مع اهاليهم هذا ويروحوا يوم يوم نص الطريق ارتاحوا كل من هذا الزاد من عندهم وها وما صار لكن يطولوا يتموا لهم ما ادري كم شهر لين يوصلوا يوم يرجعوا بعد نفس الشيء يوم يعاد ناس روحهم هذيل اللي يلتقون أو هم قبل لا يسيروا الحج هم هذيل اللي الحج يطوفوا على الأهل وهذا يسلموا عليهم ويوم يرجعوا انتوا تسيرون لهم؟ هم يجوا لهم. يستقبلوهم عشان تعرفي خبرهم اليوم فلان يوم الحج، يشوفوا ما شاء الله ناس جايين هذيك مسوية خبز مع دهن، هذيك مسوية بلاليط، هذيك مسوية شيء، كل واحدة شالة قهوتها وياية لهذه للناس اللي جايين الحج. الحجاج الحجاج محطية قهوتهم مسلمة عليهم وشو ايش نثروا ينثروا لهم سلامتهم؟ يشعطوا هي. الشريش يجيبوا هذا الشريش شعطوه أخضر وعيتهم خضرة. ينثروا عليهم الشريف هي. انزل والده ام فيصل ذكرت لنا وقالت لنا ام علي عن اجواءكم في استقبال الحجاج سولفي لنا عن الصوغات اللي يبونها لكم الحجاج قبل والله الصوغات يجيبوا لنا من هناك يجيبوا لنا كل شيء بس اكيد يجيبوا لنا الصفافير يجيبوا لنا اليهال لعبان يجيبوا لهم مختوم هذا مال الاول هاي عاديه هذه مال هاي يجيبوا لهم الادمج كحال يجيبوا لهم الماي الزمزم يجيبوا لهم السعيد يجيبوا لهم يجيبوا وايد يجيبوا من هناك بعد ويحط حط حلاوه يحط شيء بس مساكين رقطة تراهم جايبين لهم مثل الحين بعد يوم يصيروا يجيبوا بعد الاول يجيبوا هي كل سفره يجيبوا هي هي يجيبوا هي يجيبوا لهم شكليت وهذا وختوم هذا مال هذا مال الحج على ومسابح وسيايد ويركطوا لهم مساكين ويجيبوا تراهم عاد شلولتهم على بعير شويه الخفيفه هي الخفيفه شلو الحين حجاج يوم بيوم بيستسمحوا منكم بيسلمون عليكم قبل ما يسافرون هاي السفره الطويله والسفره المتعبه تعطونهم بعض الاغراض اللي تقدرون عليه أو والله يوم, يوم ما عندهم شيء بيسووا وبعد بعد اليوم انا راي اللي بيصير الحي ما اعرف اسوي بسيسه ولا يكون انا عندي دهن ولا عندي شيء ولا عندي بقى نعطيهم مثل هاي ما عندهم بقر بسيروا يعني اعطيناهم دهن كلهم عارفين حال بعض عارفين هي مثل هنا النخل ذيك اليوم فيها عسالة انقص عسل حطينا لهم بعد شوي بالدرب ياكلوا مثلهم ما عندهم زرع هنا نسوي الزرع نسوي شيء مثل طحين مال هاي بعد حطينا لهم شوي طحين بسيسة قلينا وعطيناهم نتعاون تعاون ما بيننا تعاون جميل هي هي رحلة السفر للحج والعمرة كانت رحلة طويلة أكيد هي هي يعني طويلة طويلة. في هذا الدرب الطويل تواجهكم بعض هي هي. المصايب تواجهكم بعض المشاكل هي هي. هي لو بس تذكري لنا شوي بعض هذه المصاعب اللي ممكن تواجهكم أثناء السفر الوالدة معلي والله كانوا البار يقولوا عندهم صعيب عشان تندلي خاصة إذا ياهم بالمثل بالقيض شوي الجو حار هي. تعرفي كيف في الليل يتموا يمشوا بالدرب هي. في نهار الظهر يشوفوا لهم مكان ظله يرتاحوا م. كله يخلي مشيهم بالليل عشان تعرفي كيف بالليل الجو بارد خاصه اذا في قمر يمشوا على القمر هي. الظهر شويه تعب عليهم صعب يشوفوا ريهم. مكان ظله يرتاحوا بالظهر لين العصر هي. كملوا وصاروا مساكين وهذا الاكل معهم متعاون في احيانا يعني الاكل اللي يكونون شايلينه وياهم او آه الماي ما يكفيهم لين ما يوصلون المكان اللي هم سايرين لا كيف كنتوا تتصرفون في مثل هاي اللوقات يوم ينقصهم الماء ينقصهم الزاد الماء كذا اول بار مثل شو بقول ليش كذا مثل شيء قربه قربه مثل برمه كذا قربه ايه يترسوا ماء ويشلوا ورا ظهرهم وهذا ما يخلص نفس اللي يحلم متروس صعبة وشربوا بقياس ما مثل الحين انت قاعده بالبيت تشربي ليش وايد كميه لا. يحاسبون على الكميات عشان تكفيهم هم عباره تابعين طريق, طريق لا يمكن ما يحصل ما يحاسبوا على الاكل يحاسبوا على عشان ما يخلوا عمرهم وايد يعانين ولا وايد شبعانين يحاسبوا على الذات مالهم لين يوصلوا المكان اللي يبوه حلو زين فيصل اكيد المواسم مواسم الحج ومواسم العمره ايام قبل تكون في اوقات معينه او محدده من السنه متى كانت هاي المواسم؟ هذه من من الفطر من تعيد هاي عيدوا خلصوا رمضان عيدوا بالفطر الاولي يلا شدوا الحي الفطر الاولي تراهم فطروا فيه والثاني يلا على الحي يوصلوا لين بوصلوا يكملوا شهر مره شو بالحي بنفس هذا الشهر بنفس الشهر يوصلوا مره خلص عباره مخلص الشهر الاولي الفطر الاولي مخلص دخلنا بالحي دخلنا بالحي سيده الحي يتموا هناك بعد بالحي وايد يتموا يب... يصلوا وايد ما مثل الحين 10 ايام لحقوا ولا ما لحقوا يصيروا مع المدينه. يعني اختلاف الحج بين قبل وبين الحين, آه الحين يب... شو الاختلاف هذا؟ قولي لنا عن الاختلاف. اختلاف والله ركض هو ساعه الحين ركبوا بالطائره وردوا ركضوا عندهم قريب شافوا عمرهم ولا ذيك اليوم اللي يتعيروا عشان المده بعيد. هي. مثل حتى يو متى يوصلوا متى ما يوصلوا الحين لا. الحين اليوم بك بكره الوقف بكره الوقف يلا اليوم الطائرة اليوم طايرتنا بكره بالوقف هالشكل عشان تقرب ما بينهم ما بين الطايره ما بين المشي وما بين, بين يفرق شويه يفرق ما بينهم تسهلت الامور هاي سهلت كل شيء يصيروا نهار الوقف آه قادرين بكره الوقف اليوم بيصيروا ما يطولون ها آه بوصلوا بهاي ما لازم يصيروا المدينه يصيروا مكه حين. سيده على الوقف هي سيدة على الوقفة كيصيروا هذا بالنسبة للحج؟ للحج وبالنسبة لأوقات ومواسم العمرة الوالدة معينة يعني هي العمرة عادي وسطوها شوفوا عادي أحسن عمرتهم يشوفوا بشتاء هي, هي. يوم عمره يكون شافوا الدنيا باردة ومسارة بشتاء ولا بالخيض لا بالخيض ما يقدروا عشان الحي لازم بشتاء ولا بالقيض ياش هي. ولا بشتاء ولا بالخيض ترى هو حي ما يتفوت هذا اليوم هذا العشر أما عمرة لا عمرة يوم يشوف عمرة يكون فاضية الدنيا باردة أي وقت عادي هي بسير وقت النهاية ما ضروري العمرة ما ضروري يكون متى سوى عمرك حار ولا بارد لازم هالم غير الوقت عن فريضة وصل. الحج اللي لها هي وقت اي لها وقت وقت معين أما العمرة ما لها معين عادي هي عادي متى ما سمحت الواحدة ظروفها سريعة راح الوالدة أم علي يعني سفركم كان طويل وكان متعب و ويعني وحد منكم كان يمرض ويطيح عليكم اكيد كنتوا وانتم ترتبون اغراض السفر تستعدون هاي الاستعدادات كنتوا تاخذون معاكم مجموعه من الاعشاب الخاصه بهاي الامراض اللي ممكن انها تصيبكم في وقت السفر فلو تذكرين بعض الاعشاب اللي دائما تحرصون ان تشيلونها وياكم والله نشيل معانا مثل الياس نشيل معانا اليعده نشيل معانا وش اسمه المرأة هذا زموتة الماي ورد هذا نستخدمه البان نشيله معانا إذا أي شيء نحس عورنا نعرف إن هذا الدواء هذا لين هذا لها العوق العوق عورنا شيء نعرف يكون كل شيء لهذا نستعمله نشيله هذا معانا كامل إنه ورانا درب طويل وين بنروح لازم دوانا معانا حلو كلمينا أكثر أم علي عن أجواءكم في أداء فريضة الحج والعمرة أيام قبل والله اول اول يوم يروح العمره او الحج هذا ملابسهم لبسوا صروال اخضر والكندوره خضراء يحطوا لهم لبستين ويودون وحده ولا ثلاث هذا هو لبسهم يروحوا فيه ويرجعوا فيه يغسلوا وحده ويلبسوها ما نلبس شي غير وغدفه سوده ماشي عبايه بعد غدفه كبيره نفس العبايه ويروحوا فيها اول كان هذا اللبس حتى الحرمه اول بعد يوم يتوفي زوجها تلبس الباس اخضر صح. هاي شهر بعد شهر وعشر كله تلبس اخضر الحين لا الحين هذا ولو اللي لبسنا حق الحج والعمره ولا كله اخضر يلبسوا سروال مع الكندوره نفس الشيء هذا بالنسبه للحج المراه هي. في الماضي ايام الحج وايام العمره انزين طبعا نحن مستكملين معاكم الحوار الوالده ام علي والوالده ام فيصل لكن بنظهر الفاصل القصير مع مشاهدينا ونرجع مشاهدينا نواصل حلقكم معنا